السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. الصراحة انا كنت بشوف ابو فلة هو بيجمع تبرعات، بصراحة حبيت ايه اوجه له رسالة. بصراحة بقول لابو فلة جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير على التبرعات وجمع التبرعات والمساعدات في كل الدول العربية. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأقول جزاك الله خير وبارك الله فيك. والناس كثير وأنواع، فيهم اللي بيعمل خير وفيهم اللي بيدعو إلى الله وفيهم اللي بيلم تبرعات وفيهم اللي بيساعد الناس في كل الدول العربية. وأبو فلة يعني مثل عظيم للناس اللي هي بتساعد الفقراء والمساكين. وأقول تاني بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله بإذن الله في ميزان حسنات. ساعدنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكمان عاوزين نوصل الفيديو لـ100,000 لايك. شكرا لدعمك لينا.